ايه تراك اليوم عن موضوع بيشغلنا كثير؟ صباح الخير ناتالي. تمام الحمد لله. السكر يلي قد ايه بنحبه قد ايه كمان بنجرب نبعد عنه، هلا ما في مجال يعني نبعد عنه نهائيا، بس انه خلينا نبدا بالاول، قديش نحن عمليا بحاجه لكميه سكر بالنهار؟ مزبوط مثل ما عم تقول الي، نحن السكر جسمنا يمكن منه بحاجه له بكميه كثير مهمه، ولكن مش غلط اذا بنظامنا الغذائي كان في يمكن نسبه قليله من السكر او السكريات باكلنا. هلا اول شيء قبل ما نقول قد ايه نحن ممكن انه ناخذ يوميا، مهم كثير نعرف كمان شو هو السكر. يعني نحن وقت اللي نقول سكر اكيد دغري بنفكر بالسكر المضاف اللي بنزيده على الشاي الابيض، بس كمان وقت اللي نحكي عن السكر، السكر موجود كمان بشكل ثاني بالفواكه بالعصائر، وحتى كمان كمواد مضافه يمكن للمأكولات كرمال تتحافظ عليها بنسبه اهم. هلا ليش بنخاف من السكر؟ بنخاف من السكر لانه دراسات فرجت انه استهلاك كميه سكر اكثر من احتياجاتنا اليوميه بتؤدي لكثير من المشاكل الصحيه، منها اكيد السكري. يعني الاشخاص اللي بيتناولوا عندهم سكري لازم ينتبهوا على كميه السكر اللي نحن بنسميه سكر سريع، يعني بيفوت على الجسم بسرعه وبالتالي بيعلي نسبه او معدل السكري بالدم بشكل سريع عند الاشخاص خاصه اللي بيعانوا من مشكله السكري. كمان الاكثار من تناول السكر واللي هلا كثير صاير خاصه عند الشباب والصبايا وعند الاكبر كمان هو زياده الوزن. يعني من اهم مشاكل او اسباب زياده الوزن هي تناول زائد عن اللزوم للسكر. سو البدانه وزياده الوزن اكيد هيدي حصه لوحدها من المشاكل الصحيه اللي خاصه اكيد بوزننا. ومشكلة ثالثة إذا فيني أنا هيك جزئهم هي أكيد الأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع التريغليسيريد بالدم، وهالأشخاص هول هني أشخاص لازم ينتبهوا أنه يخففوا من تناول السكر السريع اللي هو عادة موجود مش بس بالسكر الأبيض اللي منزيده ولكن كمان بالفواكه. سو هيدا كمان لازم ننتبه له. وأخيرا مشاكل الكبد، هلأ في مشاكل كبد صرنا نعرفها أكتر اللي هي تشمع بالكبد، ممكن أن نوصل لتشمع بالكبد من وراء تراكم الدهون والخاصة اللي ناتجة عن السكر، كثرة السكر بأكلنا على الكبد. سو هولي هن المشاكل اللي بتأدي لأكتار من تناول السكر. هلأ أول سؤال ما جاوبت، ما بعد ما جاوبتك عليه أنا انترودكسيون تبعت كتير طويلة لأنه مهم نوضح هالشي للمشاهدين. هلأ قدين إحنا فينا ناخد سكر بالنهار؟ ما نسيتك هي حوالي بين 5 إلى 9 ملاعق سكر يوميا. هلا اكيد هول موجودين بالمأكولات، موجودين كمان بالمأكولات المصنعه، موجودين بمحلات يمكن منا كثير ما بنفكر فيها. وهلا رح نشوف شو هي المأكولات اللي نحن ما بننتبه انه في سكر، ولكن بالنهايه نحن عم نتعدى هالاحتياجات اليوميه. سؤال، اوقات مثلا بنقول هي انا بدي اشرب عصير طازه فريش معصور، صح كثير كثر انه كثير صحي، عصير عصير صح عصير. قد ايه في بكبات العصير تقريبا بالمعدل عصير الفواكه؟ عصير الفواكه كبايه عصير فواكه طازه يعني بدون زياده اي سكر مضاف بتحتوي لحوالي 30 جرام من الكربوهيدرات او من عائله السكر. يعني السكر هو جزء من عائله بنسميها نحن كربوهيدرات. يعني كم ملعقه؟ يعني حوالي 6 ملاعق سكر. يعني خلص كبايه عصير ونص ولا وبزياده. اوكي، وما ننسى انه السكر اللي موجود بالعصير الفواكه هو الفركتوز، هو سكر سريع، وهالسكر هيدا لازم كمان ننتبه له. يعني ما نقول هيدا طبيعي لانه في هيك مثل اللوجو انه هيدا طبيعي، هيدا يعني اكيد صحي فينا نكتر منه. لازم ننتبه كثرة استهلاك العصير بتؤدي كمان لنفس المشاكل من اذا كترنا مثلا استهلاك مشروبات غازيه. تنكه مشروبات غازيه فيها سكر بتحتوي على حوالي 7 ملاعق من السكر، اذا بتلاحظ ما كثير في فرق. اكيد هلا بعد ما زدنا السكر في اوقات انواع عصائر او درينكس منهم عصير بيحتوى على بعد اكثر كميه سكر من العصير الطازه. ننتقل هلا إلي للحليب.
نحن بنعرف قد ايه مهم الحليب لصحتنا كمصدر للكالسيوم كبروتين والى اخره. لازم ننتبه خاصه عند الاولاد على الحليب المنكه، يعني اللي بيكون على شوكولا او على فريز او على موز، اوقات اللي بنشتريه من السوق هو اضافه للنشويات او للكربوهيدرات اللي موجودين بكبات حليب، بيحتوي ل 3 ملاعق سكر إضافية. يعني نحن منكون أوريدي أخذنا نص احتياجاتنا، إذا كنا مثلا سيدة أخذنا أوريدي نص احتياجاتنا من السكر اليومية، وهيدي بعتقد بدون ما ننتبه أنه نحن عم ناخد سكر إضافي. أنا بعتقد نتالي أنه كلنا بناخد سكر إضافي يعني. أكيد، بس هو بالنهاية مهم نعرف وينه تننتبه نشوف وين فينا ننتبه. لكن ننتبه من العصير، من الحليب المنكه، كمان بدائل الحليب. يعني نحن وقت اللي في كتير أشخاص يمكن ما بيهضموا سكر الحليب عادة، وخاصة ببلدنا عندنا كتير لاكتوز انتوليرنس، الأشخاص بيستبدلوا بيمكن حليب الصويا أو غير أنواع من الحليب، بيفكروا أنه لأنه نباتي فيه نسبة سكر أقل. لازم نعرف أنه بالعكس، الحليب الصويا بيحتوي على ملعقتين سكر زيادة عن كباية حليب. سو ننتبه للأشخاص اللي بيعانوا من لاكتوز انتوليرنس وبيستبدلوا الحليب ببديل للحليب مثلا مثل حليب الصويا، ينتبهوا انه في ملعقتين سكر اضافيه بكبيت حليب الصويا او عصير الصويا، انا بسميه ما بحب اسميه حليب. اوكي، شو بعد؟ ننتقل كمان للمبيض القهوي اللي هو عاده كمان بنستعمله، بنفكره انه حليب، بنفكره انه فيه فوائد مثل الحليب. هو بالنهاية فيه نسبة كربوهيدرات مهمة جدا، يعني خاصة إذا نحن منقول أوكي هيدا عادي وهيدا فات فري، ننبسط بالفات فري منحسه أنه صحي أكتر، ولكن لازم نعرف أنه الفات فري بيحتوي صحيح على دهون أقل، ولكن فيه سكر. يعني هو بالنهاية سكر، لازم ننتبه قدي عم ناخد. هو بيحتوي على حوالي ملعقة سكر لكل ملعقة مبيض للقهوة. دونك ننتبه أكيد كمان لهالنوع من المأكولات. هلا هون انت يمكن ما بتتوقع انه تلاقي، والمشاهدين ما بيتوقعوا انه يلاقوا كمية سكر مضاف، واللي هو بالسوريمي او الكراب اللي عادة نحن بنحطه بنستعمله بالسلطة، بنفكر انه نحن عم ناخد بروتينز او عم ناخد مصدر للبروتينات، فيه نسبة سكر تقريبا لكل حصة، في ملعقة سكر بكل حصة سوريمي. فيه كربوهيدرات كمان، نسبة كربوهيدرات مهمة حوالي 3 ملاعق من بديلة ل 3 ملاعق من السكر، يعني حوالي 15 جرام. هيدي عرفتها هالمعلومة من المدرب، من الكوتش خبرني عنها لما كان بيحكي عن الكراب، قال لي كربوهيدرات على الاخر. جريت، اوكي. نحن ما بعرف في وقت؟ لا خلاص اوكي بنكفي، لكن الموضوع بكره لان بعد كثير ماكولات اصلا بزيادة خبرتي ليوم اليوم. خلينا نستوعب الماكولات اللي بنفكرها خفيفة وما فيها سكر، ومرت الجاي اكيد بنكفي هالحديث المهم والمعلومات المهمة. ميرسي نتالي، يعطيك العافية. وانت كمان. نحن رح نتابع لايف، رانيا رح تلاقيكم بعد شوي مع ضيوفها.